كامل للتحكيم. هدف الدراسة هي كرة القدم، هي الهجوم. العالم كله دلوقتي بيهتم بالهجوم في عالم كرة القدم، فالدراسة هتقف على أساس كرة القدم هي الهجوم. مستر فايتسا هيحاضر في هذا في هذه الدورة عن للمدربين كيفية تدريب وانتقاء اللاعب الدولي وتدريبه وتجهيزه للفريق القومي. يعني دورة طيبة جدا، ونتمنى للجنة المدربين واتحاد الكرة كل التوفيق. الصورة أمام حضراتكم ولا تحتاج إلى تعليق، وكل ما نتمناه في معاناة. يعني الفيديو واضح ان الكابتن جمال عبد الحميد في معاناة. طبعا كان الاعتراض من جانب الكابتن اسماعيل يوسف مع الكابتن ثابت البطل، الصورة اللي احنا لسه اتكلمنا عنها، وجماهير الزمالك بدأت زي ما حضراتكم شايفين تلقي طوب. كابتن جمال عبد الحميد ما كانش مشارك في مباراة، ولكن هو مغلوب 2-0 ومغلوب من النادي الاهلي، وهيطلع من الموسم مفيش دوري مفيش كاس. النادي الاهلي بيلعب مباراه فاصله مع الاسماعيلي، ثم بيخرج من كاس مصر والمباراه في 91. والكابتن جمال عبد الحميد بيعتز جدا بفكره كاس العالم ومشاركته في كاس العالم، فاعتقد المشاهد المؤثره دي هي مشاهد راجعه. ربما تصريحات الايام دي تتضح من بعض المشاهد اللي زي ده. فارس بالظبط يا احمد، انت ممكن تعرف بسهوله جدا ليه كابتن جمال عبد الحميد ما كملش. حاجه كمان، المباراه دي السلوك فيها ده صعب جدا، لان الجمهور كان مشحون من الطرفين، كان في رمي طوب، كان في خطوره على حياه اللاعبين. وتخيل في نفس الوقت ده لاعب بياخد تصرف ده وبيعمل ده وبيروح للجمهور بيحاول يتسبب في كارثه كانت ممكن تحصل اليوم ده. وكانت كل الانتقادات في اليوم التالي الكابتن جمال عبد الحميد، اللي اعتقد فضلت مشكلته هي عقليته الاحترافيه، واللي اعتقد اللي بيكون عنده المشكله دي صعب جدا 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 كان يكمل في النادي الاهلي يا احمد، حتى مهما كانت امكانياته. بالتاكيد كل اون سبوت في الفتره الاخيره بنجيب لكم بعض احداث التاريخ وبعض التسعينيات، واعتقد الحاله دي وضحنا فيها حاجات كتيره جدا، من شراء اللاعبين القوى الشرائيه النادي الاهلي اقل، من التحكيم الاخطاء التحكيميه في مباراه فاصله، من كمان تدخلات وتوجيه اللاعبين بتروح ازاي. في النهايه يا رب تكون الفقره دي عجبتكم. نطلع فاصل وانتظرونا بقى في فتره دسمه جدا.